أخبار مغربية وعالمية، معلومات غريبة وعجيبة، كل هذا تجدونه على قناة أخبار ومعلومات يومية. لا تبخلوا علينا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة لتتوصلوا بجديد الأخبار والمعلومات. شكرا على المتابعة. البيج يدعو إلى الإفطار العلني في رمضان تزامنا مع أرباب المقاهي. في تعليقه على جدل الإغلاق الرمضاني الذي أقرته الحكومة، دعا مغني الراب الشهير دون بيج إلى الإفطار العلني في رمضان. وكتب البيج عبر خاصية ستوري على حسابه بالإنستغرام: أرباب المقاهي ما عليهم غي حلو بالنهار، وحنا غنتعاونوا معاهم ناكلوا رمضان، تتفوت كورونا ونردوا الكريدي. تصريح البيج أثار موجة جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن كلامه يتحدث عن شهر معظم لدى المغاربة، فيما أشار كثيرون إلى أن الفنان المغربي ربما كان يسخر فقط من القرار الحكومي.